نعلق اوراق يا شباب، نعلق اوراق. يلا بسم الله، يلا شباب نعلق الاوراق. يا سلام يا سلام، يلا شباب نعلق الاوراق. نعلق الاوراق يا شباب، طموحنا على السماء. يلا شباب نعلق الاوراق. نعلق الاوراق، تحدي. يلا يا اخوات نعلق الاوراق. نعلق الاوراق. نعلق الاوراق بسم الله. يلا بسم الله نعلق الاوراق. نعلق الاوراق. نعلق الاوراق بسم الله. يلا نعلق الاوراق. نعلق الاوراق. نعلق الاوراق. نعلق الاوراق بسم الله. نعلق الاوراق. 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 ما شاء الله مجموعة هنا. طيب يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام على المجموعات الرائعة. يا سلام، ما راح ناخذ تعليق. يدخل على الشخصية الثانية على طول مباشر. يلا بسم الله، خذوا أوراق. انت الشخصية الثانية على طول مباشر، سناخذ تعليق ثاني. يعني الآن نروح للشخصية رقم كم؟ شخصية عندنا الآن اسمها الشخصية الآن شخصية الأوصياء. الناس دول أوصياء، يكون أوصياء على الآخرين. يلا بسم الله نروح الأوصياء. نروح الآن الأوصياء. يلا نروح الآن الأوصياء. يلا بسم الله عندنا الآن معلش شخصية النظامي. نأخذ الآن شخصية النظامي. يلا بسم الله الآن سنأخذ النظامي.